أنا البارحة سنويت ياي 2022 تاعت انت رحت على المرور يريد مني 600,000 دينار ماشي وياي أوراق وفايلي، بس أريد أقول شغلة واحدة، ينطيني سنوية بالراس، أنا الراس حلبة أخثرة بس أردفتم. زين أنت ما تحط لي البراد قاهي صار لهم شهر مقحة بالعافية، يا الله أنتوا عندكم رواتب كل واحد من عدة تلخمط المهيل ومهيل مليونين 3 ملايين واحدكم يطخ بالشهر، احنا ما عدنا نطبخ العونة وناكلهين، بس سردفتم انتوا ما تشوفون صورة حل العراقيين لو نظل كان نخرب شبهاتنا. بس اقول لكم سالفة واحدة، هاي السنوية مالتي يريدون عليها 600,000 البارحة بالمرور، والله اخوي ما عندي، اخلقت الدشداشاي والله ما حد يشتري تبيع اسوي السنوية قيت، الله مال الله بزعنا، تروح على البريشة ذولاك ثبتوا القبال عليك بالحدود، تروح من هي يا ولد احنا شو نصير، بس هردفته، احنا ايش راح تصير؟ السيارة شنو راح تصطفيه مطالين وراها يا ولي الله شو تسوي؟ ما تقول شو تسوي؟ والله والقرآن ومحمد والأنبياء لو اكو ديرة ننهزم عليهم خلاص من العراق منهزمين من زمان وطالعين فرد نوب، عمي شوفوا لنا صورة حتى رعايب هذا الحكي الله كلكم تروح على الإجازة ها والقرآن ب 400,000 بالعراق عندنا بالرمادي والقرآن ب 400 يطلع لك ياها قايد جهال خصوصي، عمي استحوا عيب عليكم ها وشوفوا لنا صورة حل والله ترى بزعنا وما عاد تشبودنا من هالشغلة الجايفة هاي قدي زين من اروح اطلع الإجازة اطلعها مال خصوصي مال جهالك وتضحك علي ب 400,000 ها شنو راح اسوي يعني بالإجازة هاي تعطوني اياها؟ عمي شوفوا لنا صورة حال شوفوا لنا ترى طقينا ومتنا الله كلكم رحمك وانت على الوالد والدينا زين كل ما تروح لك على شغلة اجف من الأخرى اسألكم بالله هاي الأوراق وهاي الفايلات شنو هل عندك قطعان مهر دحج يا ربعنا دحج صور اللي جاي صور دحج هاي معاك هاي مال ضريبة هاي مال إسقام هاي مال الطاق هاي مال عزة دحج القرآن برقابكم محمد برقابكم هاي ترضاها الله وتروح لك على سنوية ما حد يغدرك وينطيك عمي والله 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 انت على الوالد والدين هاي شغلة ترى بس بمحافظة الرمادي عدن تزعلون ترضون هذا عيب الحكي هذا خاف ما تدرون تروح لك على شغلة 600,000 تروح لك على جازة 500,000 عمي ما يصير والله ما يصير والله ما يصير والله ما يصير زين انها